مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج علنا. ضيفي لهذه الليلة عضو الإطار التنسيقي النائب مديحة الموسوي. مرحبا بكم سيادة النائب. أهلا وسهلا بك وبقناة السومرية ومشاهدينا الكرام. شكرا جزيلا. لاحظ بالآونة الأخيرة دائرة الخلاف بدأت تتسع خصوصا بين الإطار وبين التيار، وين رايحين إلى أي مرحلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله ماكو اتساع لدائرة الخلاف، ولكن هناك مفاوضات إن شاء الله، ولقاءات راح تكون مستمرة على كافة الكيانات السياسية من أجل التوصل إلى حل نهائي من حل هذه الأزمة من أجل الشعب العراقي وإيقاف إراقة الدماء. وكل الإخوان اللي موجودين بالعملية السياسية هم أبناء الشعب العراقي، ولهذا لا سامح الله لا نتمنى أي شيء يحصل لأي مواطن عراقي. ولهذا اليوم على الحكماء السياسيين والقادة أن تكون هناك جزء من التنازلات من أجل أن تقام دولة عراقية أو حكومة عراقية لإقامة هذه الدولة واستمرار عملها وخدمة المواطنين بالطريقة الديمقراطية اللي كنا نتمناها أن تصير ما بعد عملية الانتخابات و لا اليمين الدستوري للنواب. وبصراحة كان أسفنا كبير لخروج إخواننا من التيار الصدري، كون عملنا معهم لفترة عدة أشهر، وكانت بصراحة يعني للأمانة واحد وللتاريخ يتحدث كان الدور الكبير للأخ حاكم الزاملي. صحيح كان هناك رئيس مجلس نواب، ولكن كلجان كان المسؤول المباشر عليها هو النائب الأول، وكانت كان لديكم انسجام بالعمل داخل جدا رائع يعني، بحيث انه فصلنا يعني ما بين التفاوضات السياسيه والتوافقات السياسيه لتشكيل الحكومه والعمل النيابي. وكان بصراحه هذا ديدان الاخ حاكم الزاملي، وكان اكثر من رائع، وجود شهادتي به يعني مجروحه، ولكن كل اعضاء مجلس النواب ينتفق على ذلك. عملنا بهذه الفتره عمل جدا رائع، استضافاتنا كانت متتاليه لي الوزراء وللكوادر المتقدمة في الوزارات وللمحافظ، وكثير من الأمور اللي كنا عاقدين العزم عليها، كودا أنه هذه المرة بالنسبة لمجلس النواب العراقي وأعضائه تختلف عن الدورات السابقة، حتى وكان لدينا بعض الأمور اللي هي على العملية الانتخابية، ولكن أغلب الموجودين كان ناس جدد، أغلب الموجودين كان يطمحون إلى التغيير، أغلب الموجودين وبالكامل كان يطمحون إلى أنه محاسبة المفسدين في الوقت السابق حتى يكونون عبرة للآخرين. جميل جدا هذا الكلام ست مديحة، لكن الآن الوضع يختلف عن السابق، هذا الانسجام الآن ما موجود. الآن إذا نشوف تصريحات الجانب الصدري لا توحي إلى وجود أي تقارب. شوف اليوم أنا ما أقدر أتحدث عن سماحة السيد مقتدى الصدر، ولكن هذا القطع صار بعد انسحاب إخواننا من الكتلة الصدرية من مجلس النواب العراقي، فأكيد يصير انقطاع، لأن تعرفين أنهم يأتمرون بأمرة سماحة السيد. ولهذا اليوم قلت لك إحنا يحزننا هذا الشيء، ولكن لازم يستمر المركب، وبعد إلحاح شديد يعني على يعني من جميع القادة اللي موجودين بالإطار على العدول عن رأي سماحة السيد، ولكن كان الرجل أنه السيد مصر على هذا الموضوع، وكانت هذه تعتبر تضحية كبيرة بتضحية 74 نائب من مجلس النواب العراقي ما يسويها أي شخص. ولهذا اليوم أنه إحنا صرتي أمام تحدي كبير، والتحدي أصبح تحديين. أول شيء تحدي أنه تستمرين بالعمل، يعني أنتي تصديتي للمسؤولية، يعني أنت عارفين حضرتك أنه بعد الانسحاب الإخوان من التيار الصدري بقت المسؤولية على الإطار، كودا أنه الإخوان الجانب السني إخوان المكون السني حسموا أمرهم برئاسة المجلس، والنيابة كانت للإخوان الكرد، والمقرر للتركمان، والمقرر الثاني للمسيح، فبقى اللي هي المعضلة الكبيرة اللي هي الحكومة، تشكيل الحكومة، فكانت على عاتق الإطار بعد خروج الإخوان من التيار الصدري، فهذه مهمة. المهمة الثانية اليوم جمهور التيار الصدري عندما خرج كان هذا تفكيرنا،
عند انسحاب اخواننا من التيار الصدري اصبحت المعضله علينا معضلتين، انه يجب ان نخدم او نسد الفراغ بصراحه اللي تركوه اخواننا بالتيار الصدري، لان جماهيرهم جماهيرنا خدميا وليس انتخابيا، الانتخابي هو هذا جمهور التيار الصدري. بس إذا ولكن سياسيا الوضع تأزم. اما بالنسبه للجانب السياسي، ولهذا اللي كنا بنتمنى صراحه انه كنا نتمنى من سماحه السيد مقتدى الصدر انه تسير المركب، وبعد ذلك ممكن انه تصير اعتراضات على سير العمليه، اعطاء الفرصه لمن يشكل الحكومه، وهل ممكن انه هو راح ينجح او لا. واليوم رئيس الوزراء اللي يتبوأ هذا المنصب، انا قلت اكثر من لقاء، يجب ان يكون شخصيه سياسيه قويه جريئه، بعد ان يشكل كابينته الوزاريه لا يبقى ينتظر على يرجع لنا على الكتل السياسيه، ولكن يرجع لها في مكان واحد. اذا كانت هناك فوات او عدم مسيره انه الوزير الفلاني في كابينته بطريقه غير صحيحه، راح يرجع للكيان انه من اجل التغيير، لان لا يستمر انه الخاطر فلان لا عليه يغير لان مطلوب منه محصله، ولكن هذه الفرصه لم تتاح لمرشح الاطار. تعتقدين الان الاطار التنسيقي ممكن ان يتنازل ويعني يذهب مع التيار الصدري لأي مقترح ينسجم معه مع ضمان عودة التيار الصدري؟ شوف اليوم هي السياسة فن الممكن، يعني أتحدث وياك الآن بحديث بعد يومين ثلاثة من نفس المكان تسوين وياي لقاء يتغير حديث، لكل حادث حديث، والسياسة فن الممكن. هذا ما نقدر نقول عليه، ولكن وفق المفاوضات اليوم لما تقعدين وياي على طاولة المفاوضات، ممكن أكو تتغير بعض الأمور بتوافق الطرفين، ممكن كل شيء توقع. أكو مفاوضات الآن بين الإطار والتيار أم متوقفة؟ الآن إحنا كإطار نتحرك على كافة الجهات، ممكن الوصول إلى حلول، ونتمنى هذا الشيء بصراحة. أكو أمور واحد ممكن يتحدث بها وأكو أمور لا، بس إن شاء الله نتمنى بالأيام القادمة، لأن هذا الوضع بصراحة ما يخدم الشعب العراقي ولا يخدم حتى وزاراته ودوائره الآن اللي موجودة من تردين من عندها إنجاز. يقول لك أنا أشتغل الآن بآية قل هو الله أحد، لأن لا موجودة ميزانية، وحتى قانون الأمن الغذائي اللي تم التصويت عليه في داخل مجلس النواب راح يشغل لك جهة أو جزء والأجزاء البقية لا. قانون 1/12 يقول لك كلها راح. فأكو أمور يعني لا توجد صلاحيات لدى الوزارات المعينة اللي حتى ممكن أنه تقدر تكمل مسيرتها. ولهذا اليوم مطلبنا يعني بصراحة اللي نتمنى من سماحة السيد مقتدى الصدر وكافة الإخوان في الإطار أنه ممكن الجلوس على طاولة. ستقولي لي أنت من الإطار وليش تتمنين هذا الشيء؟ نعم، أنه أنا جزء من الإطار وأتمنى هذا الشيء، لأن أنا حريصة على أبناء الشعب العراقي كلهم، ولدنا وإخواننا سواء كان من الإطار أو من التيار، ذولا أولادنا وأبنائنا، وما ممكن أنه نحب الأذية لأي شخص كان. ولهذا اليوم أنه نتمنى أنه يصلون إلى طريق إن شاء الله غير مسدود، وكان رجائي كبير جداً بسماحة السيد، لأن الناس اللي كانوا يمثلوا كانوا أكثر من رائعين. أنا لم ألتقي به نهائيا، ولكن البوصلة اللي موجودة الآن بالساحة والأشخاص اللي تلتقي بهم أكيد اليوم هي الوحدة بآمرها، بالعسكر وبغير مكانات. فأكيد التطبع والمواصفات والنفس اللي كان يعملون بعراقي ووطني خالص، وأني مع توجيهات السيد مقتدى الصدر بمحاسبة المقصرين والمفسدين. ولكن اليوم العرف السياسي يعني من 2000 وما بعد السقوط ولحد الآن، من تشكيل الحكومة 2005 ولحد الآن، هي كان عرف سياسي توافقي يعني، وكل الجهات المعنية كانت موجودة، وكنا نتمنى أنه محاسبة المفسدين والمقصرين. أتحدث مواطن قبل نائب، وأني هذه يمكن الدورة الأولى أكون في مجلس النواب العراقي، ولكن علينا أن نحاسب المفسدين، ما نقبل إحنا أنه أذية الشعب العراقي. وبصراحة هدرت ميزانيات مفتوحة كانت وميزانيات انفجارية لم نرى منها شيء ملموس على الشارع العراقي في كثير من وزاراتنا. ليش؟ لأن ما كانت هناك محاسبة، ما كانت هناك متابعة حقيقية لا من الأحزاب ولا
من الجهات اللي مسؤولة بالدولة. اليوم أنا من أكون حزب ولدي ناس مسيئين بعملهم سواء كان وزراء وكلام ودراء آمين، المفروض أنا قبل لا تحاسب المحاكم والنزاهة أنا أحاسبهم، أقيلهم وأبدلهم بناس مخلصين حتى أترك بصمة. هذا ما شفناه بالسنوات السابقة من أغلب الكتل السياسية. ست مديحة، الإطار التنسيقي، بعض المراقبين يقولون أنه الإطار التنسيقي يحاول تقديم مبادرات، تقديم عروض للتيار الصدري لإرضائه، صحيح هذا الكلام؟ لا تستبعديها بالمفاوضات السياسية، ليش لا؟ يعني إحنا مو بعيدين عن التيار، يعني حضرتك يمكن إذا تعرفين أو لا أنه إحنا كإطار كان من ضمن التيار الصدري، هذه قبل الانتخابات. الإطار التنسيقي كان من ضمن التيار الصدري، ولكن بعد أنه سماحة السيد مقتدى الصدر انسحب من الانتخابات قبل الانتخابات بفترة وقال أنه أنا ما راح أشترك بهذه الانتخابات وأنسحب من العملية السياسية، انسحب أيضا من الإطار. وبعد عودته يعني للمشاركة بالانتخابات لم يرجع إلى الإطار، فبقى الإطار المكونات الأخرى، ولكن الإطار كان هو جزء من عنده. ونتمنى أن عودة السيد الصدر للإطار، ولكن بمحاسبة المفسدين. نحن معه، يعني اليوم أنه أي شخص مفسد سواء كان من الإطار أو من التيار أو من أي جهة أخرى يفسد ويهدر المال العام، نتمنى أنه إقامة القضاء بحقه وينال ما يناله. يعني التواصل والمفاوضات بين قوى الإطار وبين التيار الصدري لا تزال موجودة أم هي متوقفة؟ أنا بس أرد أفهم هذا الموضوع. إن شاء الله نقول موجودة، لنقول ماكو بس نقول إن شاء الله موجودة. مع باقي ونتفاعل مع باقي الأطراف السياسية الأخرى غير التيار الصدري، هل هي موجودة المفاوضات؟ نعم، موجودة مع كافة الأطراف، يعني موجودة، لأن اليوم أنت يعني خاصة سياسة الإطار ما يحب يستبعد أي جهة كانت، لا مستقلين ولا أي جهة سياسية، سواء كان عندها مقعد مقعدين في مجلس النواب ولديها تمثيل في مجلس النواب العراقي، لا نستبعد أحد ونجعل أنه المشاركة السياسية وأخذ الآراء بالطريقة الصحيحة. وحتى على مود أنه اليوم تقدرين تشكلين حكومة وحتى تقدرين تعبرين بالسفينة إلى بر الأمان. الكاظمي أعلن عن مبادرة لحل الوضع وكانت مرحبة من قبل أكثر الأطراف السياسية، موقفكم أنتم من هذه المبادرة؟ شوف اليوم أي مبادرة تعمل على حلحلة الموضوع وإيقاف التشنج بين الأطراف اللي موجودة الآن بالساحة ونحن جزء من عدها أكيد تكون مرحبة بحل هذه المشكلة. اليوم حتى لما تجين تطرحين الموقف السياسي على أسرة أو مؤسسة أو بيت أو عشيرة، أكيد إذا كانت هناك مشاكل وتريدين تحليها أكيد تتقبلين بالحلول المشكلة إذا كانت تجيش من أكثر من طرف، وممكن أنه مداولتها ومناقشتها وممكن أنه تطبيقها. يعني حتى هذه الحلول يجب أن تكون سهولة التطبيق، يعني ممكنة التطبيق، ليش لا؟ يعني ممكن أي مبادرة ممكن أنه إحنا نرحب بها كإطار. بماذا تفسرين ترحيب بعض القادة في الإطار التنسيقي لهذه المبادرة، منهم الحكيم والعبادي؟ شوفي أنه قلت لك أنا يمكن تحدثنا حتى قبل البرنامج، اليوم يعني أنا أشوف بقادة الإطار هناك شخصيات يعني معتدلة، هناك شخصيات رغم أنه يجوز هي ما تطمح له، ولكن وفق الحدث الآن اللي موجود قلت لك أنه ممكن أي مبادرة تعمل على حلحلة الموضوع، ليش لا تكون يعني تم التوافق عليه. وبعض المراقبين يقولون أنه بعض القادة داخل الإطار التنسيقي متخوفين من الترحيب بالمبادرة لأنه حتى لا تفهم أنها موافقة لبقاء الكاظمي لولاية ثانية. شوفي هو اليوم حتى يمكن يجوز يعني ببالك هذا السؤال، بس أنا من حتى من الإجابة أقدر يمكن تقولين أنه بعض يعني الإطار أنه كان رافض لسياسة الكاظمي، نعم صحيح، بس اليوم حتى لو كان أنه أنا ندي أو شخص مقابلني ولديه حلول، ليش لا يعني تحل القضية، بس هذا موقفي ما يتغير أنه تجاه هذا الشخص، ولكن حسب المجريات والمفاوضات ممكن كثير من الأمور تتغير. يعني اليوم أنت راسمة مرتسم معين وبي 10 نقاط، وأنا أيضا راسمة مرتسم وبي 10 نقاط،
بعد المفاوضات ممكن تتغير اصلا نقاط، تضاف نقاط لا انت ذاكرتها ولا انا ذاكرتها وما مخليتها ببالك، انت مستبعدتها، ولكن بالتفاوض حتى تقدرين تحلين المشكله من اجل مصلحه عامه. ممكن كل الامور اللي ما تتخليها ممكن انه تصير، وخاصه في السياسه. لكن بنفس الوقت اكو مبادره اطلقها رئيس اقليم كردستان مسعود برزاني، كانت مرحبه من قبل الاطار ومن قبل اغلب الاطراف السياسيه. شوف اليوم أي مبادرة من الجانب السياسي من أي جهة كانت، سواء كان من العشائر، من شخص يكون مرجع ديني، من شخصيات معينة، منظمات مجتمع مدني، من جهات سياسية، كل هذه الأمور تدرس، ومن هو الأفضل اللي ممكن أنه يتحاورون عليه الأطراف حتى يوصلون إلى نتيجة. وهذا شيء رائع، يعني اليوم أنه حتى وإن كنت مختلفة معي جملة وتفصيلا أو بالرأي، وبعدين تنطين حلول من أجل حل هذه المشكلة، إليك راح يحسبها إليك التاريخ، وأيضا في نفس الوقت راح تحل مشكلة كبيرة بأبناء الشعب العراقي ما مروا بمرحلة أنه يتناحرون فيما بينهم. ولهذا نتمنى أنه الحلول تصير في أسرع وقت من أجل حماية المواطن العراقي كائن من يكون. تعتقدين ما يجري في البرلمان الآن كان على علم به الكاظمي؟ شوف اليوم هو يعني احنا خلينا نكون منصفين، يمكن اي شخصية كانت، انه اليوم تعرفين انه هو تظاهرة سلمية وتبقى على اللي جاي. اليوم يمكن انه لو امتنع او يمكن لو تم اطلاق عيار ناري راح يتأذون المتظاهرين. ومن هم المتظاهرين؟ هم ابنائنا وابنائك واخوتي واخوتك. نعم. وبالمحصلة الأخيرة إحنا راح نخسر دماء عراقية جديدة، فما ممكن بأي طريقة ممكن أنه تتواجهين وياهم، ممكن أنه ما غير شيء، بس أنه ما توصل لهذا الحد. وبعدين أنه أكو جهة يعني هي اللي سماحة السيد مقتدى الصدر تم توجيهه، وتعرفين أنت جمهور سماحة السيد. وبالمقابل يعني حتى القوات الأمنية تعاملت مع يعني مع هذا الملف، حتى قادة الإطار يعني بعض الشخصيات صرحت أنه الحفاظ على حماية المواطنين. المواطن حتى وين يكون من جهة التيار الصدري، هو هذا أخويا وابني وابنك. ترى اليوم يعني إذا نقعد بطريقة حوارية، اليوم العائلة الوحدة تلقين أكو عندها قسم من عندها تيار والقسم الآخر إطار، أو تلقين هذا الأخ واحد يعني من هذه الجهة ومن هذه الجهة، العائلة الوحدة. فكيف ذا تنظرين للمجتمع العراقي؟ واليوم إذا سويتي فد مشكلة لا سامح الله حرب أو مساس، العائلة الوحدة راح تتنافر بيناتها. ولهذا اليوم على العقلاء أنه يجمعون يلملمون الموضوع، وعدم التناحر سواء كانت شخصية أمنية شخصية عسكرية. من كل الاحترام والتقدير لقواتنا الأمنية لأبنائنا بالحشد الشعبي، كان لهم أيضا دور كبير بالمظاهرة اللي حدثت بعد ذلك من قبل الأطار. كل الأطراف تحاول أنه تدز مسج أو رسالة، ولكن بطريقة مرتبة تعي تبقى. تعرفين أنت أكو بعض الخروقات خو مو كلها أنت تتحاسبين عليها، الشخص هو نفسه ممكن أنه يسيء للمكان اللي يتواجد به. يعني شفتي حتى تأكيدات يعني الأخوان في التيار الصدري شكلوا لجنة أنه المحافظة على المال العام في كثير من الأمور، على ممتلكات الدولة أيضا، فبقت أنه المواطن هو ممكن شلون يعني يتصرف يحتسب عليه. وبعدين ترى مو كل المتظاهرين فقط يعني للتيار، أكو بيهم ناس هم دخلة، ومهما يكون ذولا هم أيضا إخوتنا وأبنائنا، وأكو عشائر دخلت بالموضوع وأيضا موجودة. ف احنا نحاول قدر المستطاع عدم المساس بالمتظاهرين بطريقه او اخرى، نرسل حتى رساله للعالم انه حتى وان تظاهرنا ولكن بطريقه الرقي. اليوم هاي البنايه هي مو فقط لمجلس النواب العراقي، وانما هي لكل الشعب العراقي، ملك الشعب، حالها حال المدرسه، حالها حال المستوصف. احنا ما نريد نعيد الاخطاء اللي حدثت بعد 2003 وتناقلت عنها القنوات الفضائيه اللي هي غير اعلاميه، انه وجهات النظر والعبث والى اخره. اليوم المواطن العراقي هو حريص يعتبر اي جزء موجود من ممتلكات الدوله هو يعود إليه. اكيد اكيد. ست مديحه، في حال طلب منكم للخروج من الازمه بالابقاء على حكومه الكاظمي، ما موقفكم كاطار تنسيقي؟
هذه اليوم انا قلت لك عليها هذه المفاوضات وممكن كل شيء يصير، قلت لك السياسه فن الممكن مفاوضات، ولدينا ايضا لجنه مشكله لهذه المفاوضات، واكو مفتوح الحوار وجلوس مع كافه الشركاء بالعمليه السياسيه، سواء كان الاخوان الكرد، السنه، المسيح، الاخوان الصابئ المندعين، اي جهه كانت مكون، الاخوان الشبك، كل المكونات اللي موجوده وفق هذه العطر والسياقات الصحيحه ممكن انه تتداول الموضوع، وبالنتيجه والمحصله الاخيره لا نسبق النتائج، لان اليوم اتحدث لك بشيء وغدا يحدث شيء اخر، نحن على تماس مع قادتنا مباشره يوميا، يعني اللقاءات، لان قاده الاطار لم يكونوا بعيدين عن نوابهم وخاصه اللي موجودين نحن في بغداد على تماس معهم، ف بالمحصلة النهائية مفتوح الحوار مع كل الإخوان، وقلت لك طاولة المفاوضات ممكن تفرز لك أشياء أنت ما ببالك، يعني ما بخليتها بتفكيرك. أكو خلافات داخل الإطار التنسيقي فيما بين القادة، بماذا تفسرين التصريحات الأخيرة اللي ظهرت بعد بيان سيد مقتدى الصدر بإشادة وتسليط الضوء على الدور الجهادي للسيد العامري؟ شوفي الإطار من بعد الانتخابات ولحد الآن هو قوة متماسكة يعني فيما بينهم، ولكن اليوم الاختلاف في الرأي لا يفسد في القضية نهائيا، ولكن اليوم عن حالة تمجيد، أول شيء أنه قلت لك أنا بالقادة أكو، يعني كلهم إن شاء الله أكو حكمة وبها تفكير لمصلحة عامة، ولكن يعني البعض فهم انه مثل عدم المشاركه او عدم التصعيد، ممكن اليوم نتحدث عن موضوع من جانب عاطفي، اليوم مثلا انا رايحه فد مشوار لا سامح الله ودعيت الاخت سماره وما اجت وياي، من باب العاطفه راح احكي عليها ليش مو هي تحبني، ليش ما طلعت وياي، مو هي محسوبه علي، ولكن بعد ذلك من اقعد بيني وبين نفسي واخلي العقل مع العاطفه اقول لا حقها، لو هي جاية وياي ممكن صارت تحدث أمور غير أمور، أو ممكن تبعث برسالة غير، ولكن اليوم أنه بعض القادة إذا ما طلعوا كان الرأي الحكيم وليس أنه هم بالضد من الإطار، ولكن جاية حضرتك، ولكن التمجيد أنه اليوم شخص الحاج هادي العامري، أنا إذا أتحدث عنه شهادتي مجروحة بي، يمكن يجوز صار لي كم سنة أنه أنا معه، ولكن التاريخ يتحدث عن ذلك، رجل مجاهد في جبهات القتال، يمكن نتذكر الصور كليتنا أنه التراب ووجهه كان نفس الشيء، وكان بالمقدمة بجبهات القتال، وكليتنا عندنا أولادنا وإخواننا وأقربائنا في جبهات القتال عسكريين وليس تابعين للحشد، كانوا يتحدثون بهذا المنظر، من تقعدين ويا قائد فرقة ويا آمر لواء تتحدثين يقول لك إيه والله كنا نرسم الخطة وكان ويانا الأخ الحج هذا العام وفي المقدمة، وكثير من الجنود من الحشد من ولدنا يتحدثون بهذا الباع، الله يرحمه أبو مهدي المهندس، وكثير من الشهداء وأبو مرتضى الله يرحمه، وكثير من الشخصيات اللي استشهدوا من تلقين ويتحدثون ليش كان على موقفه كان جبهات القتال، وبالجرأة يعني مو مرات احنا نقول يعني مثل حتى في حياتنا العاديه نقول الوحده بامرها، يوم نشوفين القائد يتقدم يطي عزوه ونشاط لها، التمجيد اللي بمو جديد عليه، ولكن اكو رساله انطرحت من بعض الناس انه ليش هو يعني ما اشترك بهذه المظاهره؟ ليش ما كان متواجد؟ هل اكو هناك خلافات؟ وكانت الرساله من قبل وزير سماحة السيد الصدر هي كانت رسالة واضحة، وهذه معروضة على السيد الحاج هادي العامري حتى بالمفاوضات السابقة، ولكن كانت بالمحصلة النهائية نحن الإطار يعني كإطار شيعي، اليوم من نتحدث عن المكونات أنا مو من باب طائفي، ولكن أنا أفتخر أنه أنا أكون شيعية بس أقدم خدمة لكل العراقيين، فاحنا اليوم مرات من تقولي للمكون الشيعي قلت لا مو هاي انت عدتيها اكثر من طيب مو اكو مكون سني واكو مكون مسيحي واكو واحترامنا لكل المكونات اللي موجوده، بس شنو الضير انه اني اذا تحدثت بهذا النفس وانا اخدم كل العراقيين، ما اسالك انت منين، يعني هو رفض الخروج بتظاهرات من باب الحكمه، لا شوف اي الحرص اليوم هو مو قلت لك اني اكو ومو اكو، هذه حقيقه واكيد انه اليوم اني انطي رساله يعني انه اليوم حقن الدماء العراقيين مو سهله نهائيا ابدا، قطره دم تسال بهذه الطريقه كارثه تعتبر، لان صحيح.
رسالة للعالم راح تعطينا أنه أنتم داخليا راح يصير اقتتال، وكثير من الجهات المغرضة أكدت أنه راح يصير اقتتال شيعي شيعي، ولكن بحكمة الإخوان اللي موجودين، حتى بحكمة سماحة السيد مقتدى الصدر أنه أكد أنه يجب أن تكون المظاهرة هاي لا ننساها. يعني اليوم مو أنا من الأطار وأتحدث بالغبن عن الجانب الآخر، لا أبد نهائيا. كلنا أمل بأن يكون هنالك حقن لدماء جميع العراقيين من جميع الأطراف والكتل والقادة السياسيين. خليني أخذ فاصل ست مديحة، فاصل أعزائي المشاهدين وراجعين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين من جديد، مرحبا بكم ست مديحة. بعض قادة الإطار رفعوا شعار العامري شيخ الإطار، يعني هذا يعني تخويل هو له للمباحثات مع التيار الصدري أم ماذا؟ أنا قلت لك قبل قليل إذا أتحدث عن الحاج هذا العامري تكون شهادتي مجروحة بي، بس للأمانة يعني لقربي يعني من الحاج هذا العامري باعتباري كنائب، يعني إيش تتحدثين بحقه قليل بحقه من أجل مصلحة الشعب العراقي. يعني إنه يتحدث عن سماحة السيد مقتدى الصدر للأمانة كأنه موجود ويانا بطاولة المباحثات، مع العلم ما موجود السيد، يتحدث عن كل شخصية بمصداقية ينقلها، ولهذا اعتبره ميزان، يعني ميزان العدالة في الإطار، بكل كلمة ينطقها يتحدث عنها. ولهذا اليوم الحكمة يعني بهذا، يعني بمعايير هذا الرجل، يعني بكثير من الأمور عندما تتحدثين وياه يكون جدا منصف ويعيل على نفسه من أجل استحقاق الآخرين. كثير من المباحثات كانت أنه يتوقعون أنه الحجي هذا العامري راح يترك الإطار وممكن أنه يحصل على كثير من الأمور. هذا الرجل زاهد بكثير من الأمور كشخص، يعني كشخص الحجي هذا العامري، ولهذا ينظر لكل العراقيين بمنظار، يعني بمنظار واحد، يعتبر نفسه عن كل الأطراف هو. يعني مثلا أنه اليوم عندما يتحدث عن ملف يعني يخص الإخوان بالتيار الصدري، قلت لك كأنه التيار الصدري موجود، وعندما يتحدث عن الإخوان المكون السني كأنهم هم موجودين. هذا الحديث الداخلي بيناتنا، ما أحب أنه أتحدث بس أريد أوصف لك الصورة. فمن يتم توصيفه بأنه هو شيخ الإطار يستحق أن يكون الصدر. أكثر من مرة طالب الإطار بالتخلي عن المالكي مقابل الحوار، هل يمكن ذلك؟ شوف اليوم أنه عندما تتحدثين كإطار اليوم كشخص الحجي أبو إسراء ولديه عدد كبير من النواب، ما يمكن أنه أنت تفصلي عن الإطار. بعدين كانتخابات، يعني حتى من كان أنا تحدثت لك قبل قليل، يعني من كان كإطار السيد موجود ونور المالكي أبو إسراء الحجي أيضا موجود، والأخ الحجي هادي العامري أيضا موجود، والشيخ همام والسيد عمار، كل هذه الشخصيات وأحمد الأسدي وفالح الفيق، كل هذول والدكتور حيدر العبادي، كل هذه الشخصيات كانت من ضمن الإطار، ما كان اعتراض عليها قبل الانتخابات. يعني فلماذا الآن؟ يعني بعد أنه تعرفين شكلة العملية السياسية وحدثت الانتخابات وكانت بها مشاكل وتمت مصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية، فاليوم أنه استبعاده كشخص هو حتى نفسه ما رشحها كرئيس لمجلس الوزراء. يعني الشخصيات اللي كانت موجودة من ضمنها هو عدم ترشيحها، يعني لي أنه ولكن ما تقدرين أنت اليوم شخص رجل قيادي رمز يعتبر أنه لديه جمهوره ولديه العفو عدد كبير من النواب أن تستبعدي عن العملية. ممكن أنه كان أنه نتوافق الجميع على أنه المرشح لمكتب رئيس الوزراء كان الإخوان التيار الصدري، وكانت هذه الرسالة لسماحة السيد مقتدى الصدر أن يكون المرشح اللي هو تفضل به اللي هو سيد جعفر الصدر مرشحنا كرئيس لمجلس الوزراء، ويصير الاتفاق عليه باعتبار إحنا الكتلة الشيعية اللي هي الكتلة الأكبر، وبعد ذلك ممكن أن الأخوان في دولة القانون أو أي جزء من الإطار ممكن نذهب معارضة، ممكن يكون إحنا كفتح ممكن يكون دولة القانون وجزء الآخر يذهب مع السيد، ولكن بعد هذه المرحلة
لا السيد كان لا يعتبر انه هذا المرشح له، فما صار التوافق على هذا الموضوع. انتم كنتم مؤيدين لمحمد الشيعة السوداني ام لا؟ بشنو؟ باعتباره مرشح للاطار. الفتح كان مؤيد. احنا نقول اي مرشح يصدر عن الاطار بالاتفاق نحن مع مرشح الاطار. لكن المقرب من الصدر صالح العراقي كما تعلمين اشترط على السيد العامري الانسحاب من الإطار هو وكتلته مقابل الحوار من جديد. موقفكم أنتم بالفتح كيف سيكون؟ الآن قلت لك أكو مبادرة، يعني أكو مفاوضات، ولا تستبعدين أي موضوع نهائيا جملة وتفصيلا. يعني قلت لك بالحوار المفتوح من أجل سلامة العراق والعراقيين ومن أجل قيام دولة صحيحة، واليوم احنا بال 2022 وجماهيرنا تنتظر لدينا الكثير، فيجب ان نصل الى محاور معينة، ومستمرة هذه المفاوضات، وان شاء الله يا ربي تتقرب وجهات النظر من قبل. يعني اني تسمحي لي فت كلمة بعيدة عن موضوعنا، يعني اللي هي اليوم نحن كعراقيين نمر باكبر محنة، حتى اكبر من محنة داعش. يعني داعش عدوك على جبهات القتال، وأمامك جبهات وممكن أنه تحاربيه بالسلاح، ولكن اليوم الحرب الداخلية هذه أو التناحر الداخلي صعب جدا. فلهذا اليوم رسالتي للقنوات، للسلطة الرابعة اللي هي سلطة الإعلام، يجب أن يكون موقفنا موقف حيادي من كافة الأطراف، لأن ذولا كلهم عراقيين، والاقتتال لا يحمد عقبه. يعني اليوم أنا ما أفرح إذا يتأذى واحد من أبناء التيار الصدري، وبنفس الوقت أنا متأكدة سماحة السيد مقتدى الصدر أيضا لا يفرح لا هو ولا كافة النواب إذا واحد تأذى من أبناء من المواطنين من الإطار. وبالمحصلة وكان نداء واضح أنه التظاهرة السلمية، يعني مراد لا سامح الله اقتتال، بس خوفك من أنه يدخل طرف ثالث ويؤدي إلى كارثة ما تحمد عقباها. ولهذا اليوم على القنوات الفضائية، ترى التاريخ ما يرحم، راح يسطر هذه الساعات بأحرف من نور. اليوم اللي كان عنده موقف وينقل الحدث، ما أقول لا ينقل الحدث إذا كانت من هاي الجهة وما جهة، ولكن بمصداقية وعدم وضع البنزين على النار. يعني بالتأكيد المصداقية مهمة في هذه المرحلة. وعلينا 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 حتى بعض المرات اليوم أنت من تدخل، يعني من تدخل من جانب الحياد، ممكن انت كسلطة رابعة ممكن يجوز تشوف لك فد منظر يسيء يسوي فتنة، استبعد عنه لان انت عراقي، يعني بهذه الطريق. وايضا رسالتي الاخرى هي لمراجعنا وخاصة مرجعيتنا السيد علي السيستاني دام الله ظله، نتمنى انه تدخله بطريقة واخرى من اجل انه ايقاف يعني هذا العمل الآن، والعمل على محاور أساسية وحوار دائم، ومن أجل تشكيل حكومة لإنقاذ البلد، لأن لا سامح الله يعني إذا تأزمت الأمور راح البلد يروح للهاوي. وأيضا رسالة كبيرة أخرى لسماحة السيد مقتدى الصدر ولإخواننا في التيار الصدر، نتمنى أنه الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل العراق والعراقيين. أنتم قدمتوا تضحية كبيرة لا يستطيع أن أحد يقدمها، وهي بتضحية ب74 نائب، وهذه ليس بقليلة، دليل على وطنية السيد سماحة السيد مقتدى الصدر، ولكن عليه إكمال هذا يعني هذا الموضوع. مطالبات التيار الصدري بتغيير النظام السياسي وتغيير الدستور، كيف تنظرون إلى هذه المطالب؟ أنتم طالما طالبتم كثير من الأصوات كنا سمعناها سابقا تطالب بتعديل الدستور بتغيير الدستور، أنتم موقفكم الآن من مطالب الصدر؟ لا شوف اليوم مقتلش أنا، ممكن يجوز أنه بطاولة المفاوضات ممكن يصير، ولكن اليوم إحنا خلينا نكون حديثنا واقع. يعني مثلا هسه عندنا أنه إحنا تعداد السكان صار كذا سنة يؤجل لأن وفق فد آلية معينة، ممكن يلا يصير هو ممكن تغيير الدستور، بس هذا الشيء يحتاج له،
يحتاج له كثير من الامور والجلسات والحكومات والى اخره. يعني تتذكرين صار التصويت على الدستور كانه مرحله انتخابات بال 2005. نعم كان تصويت للشعب كله. للشعب كله وايش قد يعني ممكن انه كثير من الامور يلا يصير هذا الامر. اكو امور اليوم اقرب من هذا، ممكن تغيير النظام مال الانتخابات والكل كان يطمح لي ان اكو به بعض الشوائب، بعض التعديلات، ولكن هذه كلها تطرح على مائدة المفاوضات. يعني في حال الجلوس لا تستبعدين أي موضوع ولا نستغرب أي موضوع، وإذا كنا صف واحد وفريق عمل واحد من أجل خدمة العراق والعراقيين كل هاي الأمور راح تصير سهلة وكلها نقدر ممكن أنه تقدر تحلها. ولكن علينا أنه إحنا تبدين بلدك يعني بالخطوات الأولى، أنه عليك محاسبة الناس المفسدة، مو أنا خلال 4 سنوات أعيث بالبلد فساد وأهدر المال العام وبعدين تخلص ال4 سنوات أنا أوتوماتيكيا تخلص المرحلة ولا أعيدها، أدير وجهي وأروح مأمن وضعي مطلع عائلتي خارج البلد وأروح. إحنا مريد هذه، إحنا نريد اليوم معاقبة اللي أفسد، معاقبة اللي هدر المال العام، حتى على مود يكون درس إلي، حتى مديحة اليوم ما تخطأ، لأن قبلها ايش راح تفكر انه ذاك ما تعاقب. اليوم احنا نقول عقاب اللي يسرق درهم واللي يسرق مليون الاثنين وهذا صحيح، بس مو اني عاقب البسيط واسجنه واطبق عليه كل الشروط وهذاك اطلع بكفاله 10,000 دينار ما اعرف ايش قد وفق القانون اللي موجود. بس الاصوات كثيره تعالت على محاسبه المفسدين، بس بحقيقه الامر احنا ما شفنا دون تطبيق، دون ما شفنا ولهذا فاسدين في ولهذا في قفص الاتهام، في قفص الاتهام وفي ولهذا ولهذا اقول قلتها عده مرات واليوم هاي ايضا اعيدها، كنا نتمنى بتواجدنا كليتنا يعني وبتواجد الإخوان في التيار الصدري ونحاسب حتى يصير أنه أكو عبرة للآخرين. يعني اليوم وخلي الأحزاب نفسها، هي الأحزاب اليوم كل الوزراء لا يقولوا لك، يعني لا يقولوا لنا، لا يهمون الشعب العراقي أنه الوزراء اللي موجودين متابعين الجهات أبد، ولا مدير عام متابع الجهات ما تلقين. أنا قلت الموظفين العاديين، وحتى الآن أصبح الموظف أنه إذا متابع الجهة الفلانية يقول أنا ما عندي سند، حتى بالعسكر كلها متقسمة، فكلها الكل تابع لي جهات، فلهذا لذلك مدى نقدر نتقدم. لا لا لا، أنا هسه يشرفني، أنا هسه كمديحة يشرفني كمديحة المسوي أنه أنا أعمل بالجهة المعينة تابعة للجهة الفلانية لفتح ولبدر، ولكن اليوم من أقدم مشوار وأقدمه بالطريقة الصحيحة وأقدم خدمة لكل العراقيين أنا أفتخر، والجهة التابعة لها أيضا تفتخر بي. فعلى الجهة أن تحاسب مديحة إذا كانت مسيئة، إذا كانت مفسدة للمال العام عليها أن تحاسبني. ولهذا الأحزاب شافوا أنه اللي يمثلوهم، إذن على الأحزاب. نعم من كلامك إيه على الأحزاب السياسية أن تحاسب. نعم من يمثلها وأبصم لك بالعشرة وصوتي هسه ده تسمع الملايين على كافة الأحزاب سواء كان حزب صغير كبير، أنه محاسبة المفسدين كانوا عندهم وزراء وكلاء مدراء عامين يعملون على هدر المال العام حتى على متكون رسالة واضحة. ولهذا المواطن يرتاح من يقول اليوم الجهة الفلانية الحزبية عاقبة الصاحبة، يا بها ستة من تعاقبة شنو ماكو غيره، ترى عد كل الأحزاب عندهم بدل الواحد بدل الوزير عندهم 1000 وزير ولديهم كفاءات ولديهم ناس وطنيين ولديهم ناس يخافون الله سبحانه وتعالى من كافة المكونات. اليوم مخافة الله للمسيحي ولليزيدي وللصابئي وللمسلم ولكافة الأطياف. فلهذا اليوم على الجهات الحزبية أنه تحاسب اللي موجودين عندهم حتى على مود يقدرون يقدمون خدمة للبلد. إذا أنا أهدر بالمال العام وأقول جهة وراي تحميني مدائرة لبال ومن تحاسبين هذا واحد يقول له ترى ها لا تحاسبه لان ترى ذاك هم حاسبه من الجهه الفلانيه، فيراد لنا يراد الردع موجود بتطبيق القانون. ولهذا اليوم أؤكد على تطبيق القانون بكافه الميادين، واحنا طبقناه بعملنا سابقا، كنت اني مدير تجاوزات نعم وبعد لعده ايام ومرشحه بس بقيت اطبق القانون. احنا لو الاحزاب تطبق القانون احنا مثل ما يقولون نمشي بخير. اي فلهذا يمكن كانت اسئله تطرح علي انه انت تطبقين القانون و بتعملين المفروض تاخذين القانون الجمهور. يطبق بس على الفقير، على المواطن الفقير. شوفي اليوم يبقى على الشخص نفسه. اليوم اي موظف في اي دائره لا يتحجج بالحزب، اذا هو مو نظيف ومو وطني ما راح يقدم خدمه.
ولكن على الناس اللي موجودين يتبوؤون هاي المناصب، مدير عام، معاون، وكيل، يعني رئيس هيئة، مسؤول مؤسسة، مدير أي مدير مدرسة، إذا ما يعمل بوطنية وحبة للعراق ما يقدر يقدم فشي. ولهذا اليوم اسمحي لي تحسين أنه روح المواطنة لدى العراقيين أصبحت جدا قليلة، يعني تسمحي لي. من يتحمل مسؤوليتها؟ الكل. ما هي الأحزاب هي اللي خلت روح المواطنة يفقدها. الكل الكل يشوف القانون يطبق على لا 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 الكل الكل الفقير الكل ما يطبق. الكل 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 تحت روح المواطنة، الكل العراقيين، روح المواطنة تبدو من المواطن. أنت بمحافظتش على الرصيف بوضع النفايات بطريقة الصحيحة، بعدم التجاوز، بتقديم الخدمة للمواطن من يجي راجع دائرة، هذني مو أشياء بسيطة تقدميها إلا بكل روح وطنية. هو هذا أنت، هو هذا وطنك، ما له دخل بالأحزاب. يجيك مراجع تتعاملين معه بأسلوب حلو، تجي تقومين له بالخدمة الواجبة في مستشفى، في أي جهة، بالجنسية، بالجوازات، ماكو ابتزاز، أبو المرور، كل الجهات إذا تتعاملين بهذا البناء بالطريقة الغير صحيحة وتقديم الرشاوي وغيرها وغيرها وتتقبلين. كثيرة نحتاج لنا حلقات كثيرة ست مديحة. خليني أرجع للكتل السياسية الأخرى غير الإطار والتيار. بعض الكتل الآن تقف موقف المتفرج على الصراع الشيعي الشيعي في محاولة لرفع سقف مطالبها، أكو شيء؟ شوف اليوم، وأنا قلت لك قبل قليل، قلت لك اليوم أنه محور تشكيل الحكومة يعتمد على من؟ سابقا كان التيار والإطار، بعد انسحاب سماحة السيد مقتدى الصدر أصبحت وين؟ في مرمى الإطار، ورئيس الجمهورية في مرمى الإخوان الكرد. أما بالنسبة للإخوان السنة فهم ماخذيها للقدام اللي هو منصب رئيس مجلس النواب العراقي. فلهذا اليوم أكيد يعني يبقون يتفرجون، يعني مثل ما إحنا إذا تسألين اليوم تقولين على رئيس الجمهورية، إذا أقول لك هذا الموضوع يخص الإخوان الكرد وعليهم أن يحسمون موضوعهم، فهم بالمحصلة النهائية. بس علينا أن علينا كشيعة اليوم كإطار كتيار يجب أن نكون أخوة في حزمة واحدة، وحتى وإن لم يكن التيار الصدري يقوم بمظاهرات، كانت بالمفاوضات بالحوارات انه كانه هو موجود التيار الصدري، هذا حسب اللقاءات اللي انا كنت موجوده بها، وللامانه يعني واحد يقال كانه سماحة السيد موجود، يعني تؤخذ بنظر الاعتبار الرؤيه اللي كانت عند عند السيد مقتدى الصدر. لكن بعض المراقبين يقولون ان البيت الشيعي، قاده البيت الشيعي اثبتوا فشلا في السنوات السابقه لانهم ما توصلوا الى صوره توحد البيت الشيعي. شوف اللي فشلت هي كل الاحزاب، وليس فقط انه المكون الشيعي، يعني كل الاخوان، يعني من اللي بنى البلد اليوم. عيب علينا من نتحدث انه احنا شوف بنتحدث مكون شيعي وحد وبنتحدث عن خدمه بلد وحد. يعني اليوم تقولين مثلا انه لجنه الخدمات في مجلس النواب العراقي، هل هي تعمل للمكون الشيعي؟ تعمل كل محافظات العراق، 18 محافظه من الشمال للجنوب، يعني اقليم كردستان وكل المحافظات البقيه. فاليوم ليش ما عملنا بهذا الطريقه؟ وكان كل الاحزاب يشتركون بها. يعني طيب كانت عندنا محافظات ما بها ارهاب، وين البناء بها؟ هل يعني انه المكون السني اللي كانت عنده حرب في محافظاته ما يقدر يقدم خدمات في الجنوب؟ لا، ايضا هم موقف لهم يحسب عليهم انه ما قدموا خدمات. يا اخوان هنا الاخوان نحارب في جبهات وعلينا ان نبني في جبهات. اغلب المحافظات الفرات الاوسط والجنوب والوسط ما كان بها ارهاب، يعني كانت محافظات امن، كان المفروض انه اعمار وبناء في تلك المحافظات، ولدينا جانب عسكري اللي هم قاموا بولد الجنوب وحموا هذه المناطق وحرروها، وعلينا ان نبني. بس للاسف وحتى انا ودي من خلص البناء وانتهى داعش، المفروض احنا الان نتحول وين؟ للمحافظات الغربيه اللي هي او الشماليه اللي تضررت نتيجه داعش. بس للاسف كانت كانه الكود كانه هي جبهه قتال، البصره كانه هي جبهه قتال، ارهاب وما بنوا. وين تركوها للاسف؟ وهذا اللي وصلنا لهذه المرحله. العمليه السياسيه
مو بس أنا اليوم اللي أتحدث، يجوز أنا نائب جديد ويقول لي أنت تتحدث بهذه الطريقة. قادة الإطار طلعوا على شاشة التلفزيون اعتذروا من الشعب العراقي، قالوا نحن مقصرين وفشلنا بطريقة. الفشل وين هنا؟ اليوم أنت من تختارين وزير، وأتحدث والملأ دا يسمعني، يجب أن أختار الشخصيات بالمكان المناسب، الشخص المناسب بالمكان المناسب، سواء كان امرأة أو رجل. أنا مو ضد الشخصيات يا ناس يا عالم، ترى اللي بنوا العراق بالسابق هم عراقيين، أيدي عراقية. البنت هذه الجسور مو ما استوردوها من الخارج، أيدي عراقية. فليش أني اسمحي لي، ليش أني ما أستغل هذه؟ أستفاد من الجامعات، من المؤسسات، لدينا خبراء، بعيد عن كل شيء. حتى وإن كنت أني حزب ومن أجيب شخص وأني أجيبه إلي وينحسب علي، وحتى لو كان مو من ضمن حزبي، بس راح ينحسب علي من أجيبه وزير ويترك بصمة بالشارع. تعتقدين الإطار التنسيقي الآن يؤيد حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة؟ شوفي، هذا الموضوع أيضا من ضمن المفاوضات، وهذه بي نوع من الصعوبة الكبيرة. يعني ليس لي أنا كنائب، ولكن تعرفين أنه هذا الأمر حال التصويت على الانتخابات، حال التصويت على الدستور، حال التصويت على كثير من الأمور. ممكن تكون أنه بوقت مبكر، ليش لا، مثل ما حدثت يعني بهذه الانتخابات سنة 2021، ممكن، ليش لا، لا تستبعديها. ولكن اليوم لا نتحدث بأشياء نسبق الأحداث، نحن نقول ونتمنى أن تكون هناك طاولة للمفاوضات، وممكن أنه هذه الأحرف والكلمات ترتب بالطريقة الصحيحة من أجل خدمة العراق والعراقيين. سؤال أخير، ما هو السيناريو الأقرب تعتقدين للخروج من هذه الأزمة؟ إن شاء الله أكو توافق وانفراج، ونتمنى من كافة الجهات اللي هي الإعلام، السلطة الرابعة، والشيوخ العشائر، والحكماء السياسيين، والمرجعيات، وسماحة السيد مقتدى الصدر، وكل الأطراف المعنية، أنه يحاولون يهدئون من الموضوع، لأن التشنج والتصعيد هو ليس بصالح لا العراق ولا العراقيين، وكلهم يشهد لهم التاريخ وسيرتهم السياسية، وعلى مر السنوات اللي مضت يشهد لها القاصي والداني. ولكن علينا اليوم أن نتبين بهذه الأمور، لأن وراء كل الطرفين، مو كل الأخوان، مو كل المواطنين العراقيين على اطلاع كامل بالعملية السياسية، ومرات ممكن أنت العاطفة تأججك على فد موضوع، ولكن يجب أن نحتوي هذا الموضوع ونهدي من الوضع ونشكل حكومة تخدمنا، ونحاسب المقصرين بأثر رجعي والجدد اللي موجودين اللي راح يتبنون، ونكون متابعين عن كثب. ترى كل الأحزاب اللي موجودة وعن يقين لديها ناس هدرة المال العام، ولا واحد يتبرأ من الساحة. نتمنى المحاسبة وبأثر رجعي مثل ما تفضلتي. شكرا لكم ست مديحة، شكرا لكم أعزائي المشاهدين، ألتقيكم في حلقات مقبلة، إلى اللقاء.